بداية بعرف على نفسي بالرابية الخضراء. أنا مديرة التطوير بشركة الرابية الخضراء لتنظيم للحدائق. جميل. تمام، كانت بداياتنا نحن كشركة، نحن نعمل بمجال تنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات. أنا وزوجي منحب مجال الحدائق، منحب الخضار. مين ما بيحب الخضار؟ مين ما بيحب المناظر الحلوة يعني؟ فهذا كان سبب أساسي. رؤيتنا المستقبلية هي مو بس التعريف ولا بس التذكير، لا، إنشاء برامج خاصة حتى لو كانت عنا بالمشتل. بيعجز اللسان عن شكر جلالة الملك، بيعجز الشكر عن زوجة الملك الأميرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة.